اهم شيء فيه واحلى حاجه فيه انه بيخليكم تشوفوا كل ما هو جميل في كل شيء. نروح لجولتنا الاخباريه وبنستهلها مع حضراتكم كالمعتاد باخر واهم الاخبار والاحداث اللي حصلت النهارده على الصعيد المحلي. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وشهد اللقاء مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول الاجتماع موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزارات والجهات الداخلة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ألبرت كانداباه وزير الأمن القومي لجمهورية غانا والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت مصلحة الجمارك أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين في الخارج وصل إلى 39,000 وبلغ عدد المسددين منهم 11,404 أشخاص، كما أن الموافقات التي تمت وصل عددها إلى 2,344 موافقة، وإجمالي التحويلات التي تمت وصلت إلى 38.5 مليون دولار. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا طقسا باردا في الصباح الباكر مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يشهد الغد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأخرى خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية قد تغزر أحيانا على بعض المناطق مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على شمال الصعيد.